السلام عليكم ورحمة الله. اليوم نحييكم من ولاية إبرة بشمال الشرقية. ولاية إبرة تشتهر بحاراتها القديمة وببيوتها الجميلة التي تعود إلى أزمان قديمة فعلا. لعل الأشهر حارة القناطر التي نصور منها هذا المشهد، تليها حارة المنزفة، ويعني بودنا أن نطيل في هذه الحارات، لكن هدفنا بيت كالعادة. بنروح للبيت العود، ومثل ما نعرف مصطلح البيت العود راح يتكرر كثير في البرنامج، لأنه إما أنه الناس سموه البيت العود لأنه هو أكبر واحد في المنطقة أو في الحارة، أو أهل البيت يسموه البيت العود لأنه يجمع العائلة العودة، العادة العائلة الكبيرة الممتدة. أهلا بكم. اليوم احنا في ضيافة الأستاذ الباحث محمد بن عامر العيسري، وأستاذ محمد هو له إصدار عن البيت اللي راح نزوره إن شاء الله، وبنتعرف في هذا البيت على تفاصيل وعلى أشياء ربما ليست متكررة في معظم البيوت، وهذه طبيعة برنامجنا، نبحث عن ما يميز كل بيت عن الآخر. في الرؤية العامة نشوفهم كلهم بيوت طين وكلهم متشابهين، لكن في التفاصيل في الداخل هناك الكثير من اللطائف الجميلة في هذه البيوت، والكثير من القراءات حول قدرة الإنسان العماني في البناء والمعمار والفن المعماري بشكل عام. أستاذ محمد أهلا بك. أهلا وسهلا بكم في إبرة، حياك الله. إحنا وجهتنا إلى حارة غير اللي نحن واقفين فيها. نعم صحيح. بنروح إلى قرية الصباخ. الصباخ. لكن الأشهر هنا في ولاية إبرة الحارة هذه القناطر. القناطر نعم. تليها. تليها المنزفة. إيش السمات العامة لحارات إبرة؟ السمات العامة لحارات إبرة أنها أغلبها بنيت بالجص أو ما يعرف بالصاروج في بعض مدن وقرى عمان، وقصة الجص هذه تعود إلى ارتباط وثيق بين هجرة سكان شرقية عمان إلى شرق أفريقيا، لأن كلفة البناء بالجص أو الصاروج كلفة عالية، لكن نتيجة مزاولة السكان الشرقية للنشاط في التجاري والزراعي في شرق أفريقيا استطاعوا أن يكونوا إيرادات مكنتهم من بناء يعني حصون ومباني عتيدة تختلف سماتها عن البناء الطيني الأكثر شيوعا في عمان. طبعا الحارات في إبرة مرتبطة ارتباطا وثيقا بالأفلاج، بنشأة الأفلاج وبشق الأفلاج، وحتى تسميات أيام الأفلاج يعني توحي بعمق أو قدم هذه الحارات، وكذلك يعني توحي أيضا يعني التوزع الجغرافي والاجتماعي لهذه البيوت ولهذه الحارات والأفلاج المرتبطة بها، لأن الماء هو كما هو معلوم هو شريان الحياة، وبالتالي القرى يعني تنشأ وتنشأ يعني معها البيوت ويعني المباني الأخرى ذات يعني السمات الاجتماعية والدينية كالمجالس العامة، الأسواق، الحصون، المساجد، مدارس القرآن إلى آخره، وكل هذا متوفر في هذه الحارة بلا شك. في هذه الحارات نعم بلا شك، والسوق هو يتوسط تقريبا بين حارتي القناطر والمنزفة وكذلك المرافق الأخرى الرئيسة، لأن هناك ثلاثية السوق والحصن والجامع متجاورة تقريبا وتتوسط ما بين الجزء الشمالي من القناطر وما بين المنزفة. وبشكل عام البيوت يبدو عليها إن صح الثراء، يبدو في الزخارف، نعم، في الأبواب، في النوافذ، كأي حد يعمل فيلا كبيرة اليوم تقول هذا رجل عنده صحيح خير،
فهذا واضح في هذه الحارات. هذا واضح جدا في أغلب حارات إبرة. ولعلنا يعني نستحضر المثال الأبرز بالنسبة للأبواب، بما أنك أشرت إلى الأبواب، الباب المعروض الآن في المتحف الوطني هو يعود لحصن الشباك بعلاية إبرة هناك إلى الشمال من هنا. علاية إبرة أيضا يعني ثرية بالبيوت القديمة وبالحصون. الباب يعني صنع في مدينة سرات في الهند في عام 1126 هجرية في عصر الإمام سلطان بن سيف الثاني اللي هو الإمام الخامس من الأئمة العاربة، وفيه يعني سمات زخرفية بديعة، وهو باب يعني عتيد وقوي، ونستطيع أن نقول هو نسخة مصغرة من باب حصن الحزم. الحصن، حصن الشباك في علاية إبرة والباب هما نسخة مصغرة من حصن الحزم، ويكاد يعني بنيت في نفس الفترة، والباب أيضا صنع يعني بفارق سنة أو سنتين فقط. سبحان الله، اسم الحزم موجود في إبرة. نعم، هناك قرية الحزم في إبرة، موجود في الحزم. نعم، والباب أيضا يحمل يعني نفس السمات، نفس السمات وشعار شركة الهند الشرقية البريطانية منقوش في الباب. نعم، والباب معروض الآن في المتحف، واللي يحب يعني يشوف الباب يتجه للمتحف الوطني. نعم، هذا مقترح كان مرره المتحف الوطني، زيارته مهمة جدا. طيب، الحديث عن الحارات حديث طويل وجميل، لكن هدفنا البيت. نعم، فنتوجه للبيت إن شاء الله. الحارة منفصلة عن هذه؟ الحارة منفصلة، نعم. قرية الصباخ منفصلة عن القناطر، منفصلة أيضا عن المنزفة. المشترك بينها كل هذه الحارات أنها في واحدة يرويها فلجان، فلج بومنخرين وفلج الصغير. نعم، يعني كلها هي يعني حارات في داخل واحد سفالة إبرة، سفالة إبرة القديمة التي يرويها فلج بومنخرين وفلج الصغير. تمام، هذا المشترك بين كل هذه الحارات. إذن إلى البيت العود في الصباح. هذا السوق اللي تحدث عنه أستاذ محمد، يعني استوقفنا هذه الأعمدة واعتقدنا أن هي كسيت بالإسمنت حديثا، يمكن حتى زعلنا شوية ليش خربوها، بس يبدو هي قديمة بدليل التاريخ، قديمة نسبيا. صحيح صحيح، هي قديمة نسبيا لأن دخول الإسمنت إلى عمان يعني أو استعمال الإسمنت ما قبل النهضة ربما كان محدود بشكل يعني كبير جدا، من النادر أن تجد الإسمنت حين ذاك، لكن يعني كان موجود، وهذا ما يؤكده الرواة، وكان عندنا في محيط إبرة يطلق عليه صاروج الولاية. صاروج الولاية، صاروج الولاية. نعم، طبعا الولاية في مصطلح شمال الشرقية بشكل عام وربما أكثر، الولاية يقصد بها إما أمريكا أو أوروبا. نعم، ولكن بعد ذلك ربما المصطلح أخذ منحى آخر، كل ما يأتي من الخارج. كل ما يأتي من الخارج، من الخارج. جاي من ولاية. نعم، وهذا التاريخ شيء ولاياتي. صحيح، من الخارج. صحيح، حتى بعض أنواع الأقمشة وكذا. أيوة، فهذا التاريخ يعني يؤرخ لي وضع الملاط أو ما يعرف بالبلاستر لهذه الأعمدة في السوق، وربما تكون هذه أحدث صيانة، لأن السوق قديم يعني مو غلف القدم، لأن إبرة قديمة يعني مما قبل الإسلام، والسوق يعني جدد مرارا. وأقدم إشارة وجدناها إلى تحديث السوق كانت في عهد العاربة في زمن الإمام سلطان بن سيف الأول، لكن هذا التاريخ يؤرخ لي وضع البلاستر أو الملاط لهذه الأعمدة بالإسمنت 5 جمادى الثانية سنة 1389، يعني وافق 1969 ميلادية، قبل النهضة بسنة واحدة أو سنة وبعض السنة. هذه لطيفة من اللطائف. هذا هو البيت العود، موضوع حلقتنا، وأكيد إحنا راح نقدم ملامح سريعة جدا، لكن لمن أحب أن يستزيد هناك إصدار للأستاذ محمد العيسري، البيت العود، شموخ العمارة وسطور الذاكرة.
كتاب من حوالي 120 صفحة، معنى ذلك أنه التفاصيل كثيرة عن هذا البيت. لكن كملمح سريع، البيت من بناه وكم عمره؟ نعم، البيت بناه مسعود بن حميد بن سيف الطوقي، أحد الشخصيات التي عاشت في القرية في القرن الثالث عشر الهجري، 19 ميلادي حتى مطلع القرن العشرين. سافر إلى زنجبار وزاول أنشطة تجارية وزراعية هناك. الإيرادات مكنته من بناء هذا البيت كحال الكثير من العمانيين اللي هاجروا من الشرقية يعني تحديدا، واستطاعوا أن يكونوا يعني ثروات في شرق أفريقيا أو عمان. انعكست هذه تلك الثروات أو مزاولة النشاط التجاري في زنجبار على البلد من حيث العمارة، شق الأفلاج، بناء البيوت، شراء أموال النخل هي الأموال الخضراء. هذا البيت كان يعني أيضا نتاج لي شرق أفريقيا وزنجبار تحديدا. استطاع بناء البيت، طبعا البيت ملامحه المعمارية تتشابه إلى حد بعيد مع عدد من البيوت، كان هذا أشبه ما يكون بنمط سائد حينذاك. هناك بيت آخر يشبه هذا البيت بالضبط وبذات التسمية في بلدة الأفلاج التي تتبع ولاية المضيبي، ويقال أن المهندس المعماري هو واحد الذي رسم وخطط لهذا البيت ولذاك البيت. نفس الخارطة. نفس الخارطة، وحتى البيت الآخر لشقيق صاحب هذا البيت. نعم، تمام. المكونات الأساسية، إحنا في الدور الأرضي، غرف، غرفتين. نعم. دهريز. دهريز في الأعلى، غرفة، غرفتين وعرشة. نعم. طبعاً الدهريز هو الصالة، يعني الدهريز هي مصطلح فارسي معرب. ما هو في الأسفل يطلق عليه صفة، وما هو في الأعلى يطلق عليه غرفة. وهذا يعني هذه طبعاً عربية فصيحة، الغرفات دائماً تكون في الأعلى حتى في الجنة. نعم. فهذه يعني هنا صفتان ودهريز، وفي الأعلى غرفتان وعرشة. طبعاً ما هو في الأسفل يطلق عليه دهريز أو دهليز، وفي الأعلى عرشة، وأيضاً من العرش كناية عن العلو والارتفاع. وهناك غرفة أيضاً أشبه بالبلكونة تكون. نعم. وهنا أيضا غرفة مجاورة للدرج، يعني مكونات البيت الرئيسية هي خمس غرف ودهريز وعرشة أو دهليزان في الأعلى والأسفل. نعم. يلاحظ أنكم أنتم بصدد ترميم المكان، استثماره، جعله مزار سياحي. نعم، هكذا التوجه، أن يكون يعني يدار من القطاع الخاص ويكون مزار سياحي للتعريف بتاريخ البيت وتاريخ القرية عموماً ومن سكنوا هذا البيت، وبعض الجوانب الحضارية أيضاً، اتصال أهل إبرة بشرق أفريقيا. نعم، يعني يقدم هذه الرسالة التاريخية. نعم. نعم. أيضاً ألاحظ في البيت بعض القطع، الأثاث. صحيح. الأثاث القديم، يعني هل سيكون البيت، وإن شاء الله نزوره وهو متكامل كمشروع، هل سيكون بيت مؤثث بأثاث؟ نعم، هكذا التوجه، أن يكون مؤثث، وكثير من الأثاث الآن موجود بصدد ترتيبه ووضعه ليكون مزارا سياحيا، ويعطي أيضا يعني صورة بانورامية للحياة قديما، ما كان يستعمل من أثاث مثل هذه القطع التي نراها أمامنا، موقعة البارود التي كان يصنع يدق فيها خامات ومواد صناعة البارود، وأيضا تستعمل للحبوب. هذا مثلا حوض لاستحمام الأطفال. هناك في الداخل أيضا سرير يعرف محليا بالكاتلي، وهو جلب من زنجبار ولا زال يستعمل حتى الآن في زنجبار تحديدا. بعض يعني ما هو مشترك استعمالا في زنجبار وعمان، لأنه كما أشرنا أن قصة تأسيس البيت مرتبطة ارتباطا وثيقا بزنجبار، وكذلك سكان البيت حتى الذين جاءوا من بعد يعني هاجروا إلى شرق أفريقيا. هناك أيضا معرض مجاور في إحدى الغرف التي أضيفت لاحقا ليقدم عرضا متحفيا عن تاريخ البيت وتاريخ القرية عموما. لاحظت في مخطوطات، في بعض المجسمات، نعم، أوائل المطبوعات، بعض الوثائق الشخصية مثل جوازات السفر ووثائق الهوية القديمة، كذلك بعض المقتنيات، القطع المعدنية القديمة التي كانت مستعملة لأغراض شتى. نعم، كأنك راويتني جواز قبل شوي. صحيح، شوف جواز في الجيب.
هذا الجواز لصاحب البيت الثالث تقريبا محمد بن سالم بن عامر الطوقي، وكما نرى الصورة هنا هذا جواز بريطاني. جواز بريطاني نعم، جواز زنجبار أو باعتبار زنجبار محمية بريطانية. طبعا نشاهد أن التاج الملكي البريطاني جواز يعني في الوقت اللي كانت فيه زنجبار محمية إنجليزية أو بريطانية نعم كانت تصدر أيضا جوازات. جوازات نعم، وكان العمانيون يستصدرون جوازات للسفر إلى أنحاء متفرقة من زنجبار، انطلاقا من زنجبار وليس من عمان. نعم. أما انطلاقهم من عمان كان عبر جوازات أخرى. وهذا طبعا ظاهر في التأشيرات التي في الداخل. حتى للحج كانوا ينطلقوا للحج من زنجبار. وللبلدان الأخرى مثل رواندا وبوروندي الكونغو وأوغندا كينيا. المناطق اللي نعم. كانوا يتحركوا فيها في شرق أفريقيا. في حلم شرق أفريقيا. نعم. كذلك يعني ايضا نشاهد هنا مثلا التفاصيل، توقيع صاحب الجواز، الاختام، البيانات الشخصيه الى اخره. تمام. اذا هذه المكونات العامه للمكان حتى الصحاحير موجودات صحيح. اللي يتذكر السحاره هذه كانت بمثابه الشنطه الماركه اليوم الانيقه اللي تسافر بها، كانت هذه السحاره أتصور الصحاحير وصلا بعيد صحيح ورجعا سافرا ورجعا صحيح. تمام، هذا هو الدور الأرضي. ننتقل إلى الدور العلوي اللي هو يتميز بأشياء خصائص غير موجودة في الدور الأرضي. على فكرة الشيء الملفت في هذا البيت وجود كتابات على الجدران، كتابات تؤرخ للعديد من الأحداث. من اللي كان يكتب كل هو البيت بلي؟ أغلب الكتابات كتبها محمد بن سالم الطوقي، لأنه هو أكثر من يعني سكن هذا البيت، يعني أطول مقام من مرحلة المؤسس وأبناء المؤسس. الكتابات البيت مليء بالكتابات، حتى الدور الأرضي كانت به كتابات، لكنها للأسف مع مواد التحديث التي طالت البيت وغيره ذهبت. لكن نعم الباقي الآن يعني أكثر من 100 نص تقريبا موجودة حتى الآن. 100 نص؟ أكثر من 100 نص نعم. وكان يؤرخ لإيش؟ يؤرخ لمختلف الأحداث، المواليد، الوفيات، الخصب، الجد، التجارة، الأحداث العامة، حتى الصراعات والأحداث السياسية خارج عمان كما نشاهد هنا. يعني ليس فقط في شأن البيت والأسرة. نعم. هو كان يؤرخ لأشياء شأن عام. صحيح. صحيح. هذه أول واحدة تقابلنا، حرب الجرمن والإنجليز. حرب الجرمن والإنجليز، الألمان والإنجليز. الحرب العالمية الأولى. الحرب العالمية الأولى 1333 هجرية. وبعدين الحرب الثانية 1358. وبعدين الصلح بين الدول. الصلح بين الدول 1364. وهذه 64 نعم. نعم هجرية. طبعا كل التدوين بالتاريخ الهجري كان في مرة. إذن هذه القراءة القادمة في هذا البيت. نشوف قراءات أخرى. هذا هو الدور العلوي، مكوناته واضحة جدا، لعل الكاميرا لغتها أبلغ أحيانا، ومضطر أتجاوز تفاصيل الدور العلوي لأعطي أولوية لهذا الموضوع اللي بديناه من الدرج اللي فيه أكثر إثارة يعني هذه ميزة ما وجدناها في كثير بيوت، ربما هو اهتمام شخصي يعني صحيح. ليس بالضرورة أن يكون هذا إرث اجتماعي، لكن صاحب البيت كان نبيل، كان واضح أنه مثقف مطلع، لذلك أرخ أشياء كثيرة جدا هنا وفي الدرج وفي الغرف وفي صحيح. نعم. إيش أبرز ما تم توثيقه؟ هي الكتابات طبعا يعني متنوعة إلى حد بعيد، ما بين التلوين للأحداث
من مواليد ووفيات وبعض الوقائع والأسفار، حتى فلان سافر وفلان رجع. لكن نلاحظ هنا مثلا نصوص، بعض النصوص الأدبية يعني، كذلك بعض ما يستهوي صاحب البيت من أشعار أو من الأدب عموما بين شعر ونثر يوثق هنا. مثلا هنا: هذه الدار أضاءت بهجة وتجلى حسنها للناظرين، كتب السعد على أبوابها فادخلوها بسلام آمنين. هنا أيضا أبيات أخرى، وهنا بعض ما كتبه نثرا لكنه يعني لم يعد موجودا، بقيت بعض الكلمات فلذلك لا نستطيع قراءتها. النصوص الأخرى طبعا متنوعة، منها مثلا تواريخ الوفيات. هذه المنطقة تقريبا كلها فيها تواريخ وفيات لبعض الشخصيات التي يعني عاشت في القرية. مثلا هنا وصل خبر وفاة الوالد محمد بن سعيد حسين راجع من حج بيت الله الحرام نهار 4 ربيع الأول سنة 1340، وهذه كلها تواريخ وفيات. احنا نتكلم عن عمر كتابة 1340، اليوم انت تتكلم عن 100 سنة تقريبا، 100 سنة لان احنا الان 1440، 100 سنة هجرية. وكذلك صاحب البيت ينقل احيانا تواريخ من اماكن اخرى وينقلها، يعني هنا مثلا يقول: وجدت تاريخ في مسجد القناطر، قناطر القرية التي كنا فيها، ونقل تاريخ وفاة والده من مسجد في القناطر ونقله هنا وسجله هنا سنة 1303 هجرية. وأيضا تواريخ لبعض الأسفار، هنا مثلا: سافر فلان ورجع فلان ووصل فلان وهكذا. هذه المنطقة كلها تقريبا تواريخ لما يتعلق بالأفلاج، الأفلاج في سفالة إبراء، فلج البخرين وفلج الصغير، يعني حتى لما هو يستقعد أو يأخذ بالإيجار معروف بالقعد، يكتب هنا يؤرخ أن استقعد مثلا من فلج المخرين من بادة الزوبعة بتاريخ كذا يوم 4 محرم 1359 من فلان بكذا فلان، يعني بكذا قرش. مثلا هنا يقول محمد بن سالم بن محمد بن ساعد: هذا ماء قطعة بيت المحارة، وهذا بيت أيضا في المنزفة. أيوة. نلاحظ هنا التنوع، يعني هناك ذكر القناطر وهنا ذكر المنزفة. أيوة. وهنا ذكر مدرسة القرآن أيضا لها ماء من فلج صغير، يعني ذكر للأفلاج وللقرى ولمسميات البساتين وغيرها. أيوة. نجدها في هذه الكتابات المتفرقة، ويؤرخ لمن زار. نعم، يؤرخ أيضا للمواسم، مثلا متى بدأ الرطب اللي هو بداية القيض 15 محرم 1349، يؤرخ لأشياء كثيرة. يؤرخ مثلا هنا إشارة إلى كتاب استعاره من عندي أحد الأصدقاء، كتاب مقامات الحريري عند علي بن حمد بن حميد بن عبد الله: عارية مرجوعة إلي يوم 3 ربيع الآخر 1349. كتب الاستعارة والرد أيضا، رده إليها، كتبه محمد بن سالم بيده، كتب الاستعارة ورد الكتاب بعد الاستعارة. جميل. واضح كل مكان في هذه الغرفة، وفي الطريق في الدرج هذا المؤدي إلى السطح، والدرج أيضا مؤدي إلى الأسفل، وهنا في هذه السواري أيضا هناك كتابات، فالبيت منتشرة فيه الكتابات يعني. والطابق الأعلى هو الأكثر يعني الأوفر حظا من حيث الكتابات. هنا أيضا إحدى الكتابات التي تؤرخ للشأن العام، طبعا هنا أكثر من كتابة لكن هناك قاسم مشترك بينها، كلها تؤرخ لنزول الجراد. طبعا الجراد كان المراحل الأولى لتكون الجراد تعرف بالدباء، في محليا تسمى الدباء. نزل الدباء في سنة 1324. هل الدباء تعني الجراد؟ نعم تعني الجراد، نعم. لكن في مراحله الأولى، مراحل تكون الجراد الأولى صغير، يسمى الدباء، وبعد ذلك يتحول إلى جراد. نعم. فنزل الدباء في سنة 1324. هنا يقول: قد نزل الدباء بأرض عمان عام، يعني عامة. وخربها كثيرا وقام بها مدة شهرين، وذلك سنة 1348 في أول الخصب، يعني تحديدا في أول الخصب. ثم أيضا ثالثة نزل الدباء في سنة 1360. فهذه الكتابات الثلاث كلها تؤرخ لنزول الجراد اللي هو كان يعرف بالدباء في بدايات تكونه. طبعا نزول الجراد أو عندما يأتي الجراد إلى البلد
هو يأكل المزاريع، المزارع يقضي يعني أشبه ما تكون بكارثة طبيعية. كارثة طبيعية لأنها تأتي على الأخضر واليابس، لكن هم ينتقموا منه بطريقتهم. صحيح، يعني وصول الجراد هو موسم للناس لجني الجراد، لجني الجراد وأكله بعد. وأكله. صحيح، أيوة. ف جميل. وهنا كتابات أخرى أيضا، من أهم هذه الكتابات هاتان الكتابتان تاريخ وصول الإمام سالم بن راشد الخروصي إلى إبرة، وتحديدا إلى قرية الصباخ ومقامه في هذا البيت. هنا طبعا تاريخ يعني وصوله في سنة 1333 هجرية، نهار وصل الإمام هذا البلد، يعني يوم 14 ذي القعدة سنة 1333 على بركة الله. وهنا أيضا تاريخ آخر لوصول الإمام ثانية بعد 4 سنوات، وصل الإمام يوم 9 جمال الأولى سنة 1337، وفيما عنده من القبائل الجملة 300 نفر هم أنصار الله، وكان عيشهم هنا في هذا المنزل المبارك، وكتبه العبد الله تعالى محمد بن سالم العامر بيده. نعم، زيارتين زيارتين للإمام، و300 شخص أقاموا في هذا البيت يعني. عشان كذا اسمه البيت العود. صحيح. تمام، يعني هذه إطلالة سريعة، والغرف طبعا ما شاء الله أنتم جالسين تؤثثوا، ومبين الأثاث القديم بين تكوينات المكان، وإن شاء الله لنا زيارة أخرى لهذا البيت وقد أصبح مزارا سياحيا إن شاء الله. وأنا معجب بموضوع الكتابات، لذلك كنا حريصين أن نمرر كانت فكرة الكتاب الذي بين يديك هو منطلقة من الكتابات. نعم. فكرة الكتاب هي تأسيسا لرصد الكتابات موثقة نعم، مصورة نعم، ومنقولة بالنص الحديث أيضا. نعم. تمام، مضطرين لضيق الوقت أن ننهي جولتنا هنا. كل شكر لك أستاذ محمد بن عامر العسري، الباحث في التاريخ العماني وخاصة في تاريخ ولايته إبرة، وله جهود كثيرة في هذا المجال. أنا ممتن لك واستفدت كثيرا من هذه الجولة. لكم ألف شكر وتقدير، وإن شاء الله نراكم في مساحات قادمة. إن شاء الله. كل الشكر. أحسنت لكم خالص الشكر والتقدير. أحسنت.